السلام عليكم، انا عمر، والنهارده هنتكلم عن الفصلين 611 و612 من مانجا كينجدوم. يلا نبدا. تحذير، يوجد حرق لمتابعين الانمي، لو انت مش متابع مانجا شكرا. 611، انتشرت خلاص اخبار فوز اوهن على جيوم في ساحة المعركة، ولكن هل الفوز منطقي؟ لان الاتنين مصابين، بس الاختلاف ان اوهن يقدر يوجه ضربة او ضربتين بس بكامل قوته، بعد كده هيقع. ولكن على الجانب التاني جيون دفاعه ضعيف جدا بسبب استخدامه لإيده الضعيفة اللي هي الإيد الشمال، فهو ما يقدرش يصد ضربات أوهن المثقلة بالتدريبات على مدار السنين دي كلها بإيده الضعيف. والآن حانت الانطلاقة لمقر تشاو، وأخبار سقوط جيون اتضح إنها لسه ما وصلتش أصلا للمقر بتاع القيادة بتاع تشاو، ولكن ما فيش مشكلة عند ريبكو لأن دينمو هو موقفه كده عامل زي الحرامي لحد ما هما ما يعدوا، بعد كده يدوهم على قفاهم لما يعدوا، ده جيشين يعني. بعد كده حصرهم في النص ما بين مقر قيادة شاو وما بين جيش دينمو، يحطوا جيش تشين او الجناح الايمن تشين في النص، او وحدة هاي شينتاي بالاصح. زاد ان هو استغل نقطة ان دينمو يقود الجيش او يقود الحملة دي بالذات، لان دينمو من جيش كيشا، وكيشا ده اللي قتله شين، وبسبب ان هناك اكتشف ان في شيء غريب بيحصل في ارض المعركة، دينمو بيضطر ان هو يلعب بكل الرواق الرابحة ويظهر الجيش ويلا بقى نلعب كده يلا. كاين طلع تجري ورا شيريو اللي رايحة تقتل ريبوكو في مقر قيادة تشاو. بنتي صدقين، ده حب من طرف واحد، ريبوكو بيستغلك أسوأ استغلال، انت عيلة غبية اصلا، ريبوكو ده شخصية وسخة اصلا واستغلالية مش اكتر. الله، انا قلتلي. 612، كايني بتظهر ملامح الخوف على ريبوكو من شيريو المتوجهة ليه عشان تقتله، بس معلش هي خايفة من ايه يعني؟ معلش هو ريبوكو هيموت بالسهولة دي من شيريو اللي لسه ظاهرة من كام فصل؟ معلش يعني احنا بنهزر؟ هل شيريو اساسا تقدر تقتل ريبوكو؟ بصراحة في أحلام اليقظة يعني، معلش. وفي ظل تقدم شيريو بالجيش بتاعها لمقر قيادة شاو، بيظهر لنا هوكن المستدعى حديثا، وبيوقف جيش شين عند حده وبيصرخ صرخة بتزلزل كل اللي في المعركة حتى الموالين ليه. وشيريو ديت رايحة تعمل ايه؟ انا مش فاهم، دي فرصتك ايه يا غبية انت؟ وهنا كايني لحقت شيريو، وهنا جت فرصة شيريو انها تقتل حد بقى يعني. ويا ريت والنبي تخلصينا من المعتوهة ديت، احنا زهينا منها يعني. هي لا كانت تقدر تقتل ريبوكو اصلا ولا تقدر على هوكن من الاساس، انا مش عارف الشخصية ديت غبية ولا في الاخر انسحب. وبصراحة الرسم اللي كان على وشه وملامح هوكن ديت بتظهر ان المانجا ديت حرفيا استوديو بيرت بيدفنها، لان العمل ده لو حقوقه مع اي حد عاقل، حد كده بيفكر وعمل له انيميشن محترم، الانمي ده بصراحه هيكون من التوب 5 على مستوى الانميات في العالم كله. بس نعمل ايه بقى في الاستوديو الوسخ ده؟ منهم لله، خليهم في بريتا عيل عاقل. لقاء هوكن وريبوكو، وهوكن بيقول له انا مستني منك الاجابه، والمفروض ان ريبوكو وعد ان هو كان هيديله الاجابه بس ريبوكو معهوش اجابه ده في امتحان. والعهد اللي ما بينهم في اول لقاء ليهم قبل 20 سنه، وفي نفس الوقت ده هوكن قابل اوكي في ساحه المعركه هو اللي علم عليه، لكن الاجابه اللي بيدور عليها هوكن هي مع شخص العلاقه ما بينه وما بين هوكن مش قد كده، وهو شين قائد وحده هايشين تاي. ده كان عليه تلميح مع شين لما قص جاكو ايه بضربه واحده، وساعتها برضو المشهد جه على هوكن في نفس الوقت وصرخ نفس الصرخه بنفس الشكل. الشخصيه ديت مزعجه بيئيا على فكره. واضافه على جيش دينمو، ريبوكو اداله مساعدات من عنده من الجيش الخاص بتاعه اللي هم استراتيجيين وغرازيين في نفس الوقت، ولكن لو انت هتجيب مساعدات فاحنا هنجيب مساعدات احنا كمان. ورد جيش تشين باكاكين فرقه الانقاذ للمساعده في الطريق. المفروض دلوقتي ان احنا بنشهد معركتين في الجانب الايمن لجناح تشين، الا وهو بنانجي ضد جيش اكو، ووحده هايشينتاي في مواجهه جيش دينمو. والمفروض دلوقتي لو شين نجح في اختراق وحده دينمو فهو هيواجه هوكن، وحتى لو ما نجحش فهوكن جاي له في الطريق، فاحنا لسه قدامنا شويه كده، وغالبا مش هنخلص من اليوم المنتن ده اللي مش راضي يخلص، يوم 15 وعشان اخر يوم في المعركه هتذلنا يعني؟ يا عم الكاتب فيه هتقعد اللي في اللي خلفونا يعني لحد ما تنهي اليوم. وفي الاخر في توقع بسيط كده اقدر اقول ان ممكن هيروح يقتل كاريوتن مثلا، ممكن هو هيقتل حد مهم من فرقه هايشين تاي، وده عاده كده عند الكاتب. وبس ده كل اللي كان في الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش الفيديو دوس ديسلايك، لو انت لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه، تعال زر التنبيهات. شكرا على المشاهده، سلام.